عندما نطبق الأفرميشن ونقول ضوء الله يملأ حياتي. الضوء لكي نفهمه يجب أولا أن نفهم كيف تفاعل وكيف فهم البشر طبيعة الله. في البداية الجنس البشري اعتقد أنه هناك مجموعة من الآلهة، فقسموا الإله إلى آلهة اعتمادا على الظروف التي مروا بها. فهناك مثلا بشر عانوا الفقر، فابتدعوا أو كونوا إله الفقر، قالوا إن هذا الإله يصيبنا بالفقر. أيضا ابتكروا أو ابتدعوا إله الخير، إله الحب، إله الحرب. حسب الظروف التي مروا بها البشر، فكل قبيلة، كل شعب قام بممارسة اعتقادات معينة. حتى أيضا يعني بعض الحضارات أدخلوا الكواكب وأعطوا لها رموز القوة. المرحلة الثانية من تطور الفكر البشري باتجاه الإله هو وجود الإله الواحد، ولكن أيضا نقصد البشر نظروا إلى هذا الإله إنه بعيد جدا، مركزه في مكان بعيد جدا، وهذا الإله يتفاعل مع البشر عن طريق المراقبة، يراقب أفعال البشر، يراقب تصرفات البشر، يقوم بعقاب البشر، يقوم بإرسال خيرات وبركات إلى البشر. يعني أصبح الإله المنفصل والإله المعاقب والإله المكافئ. وانتشرت طوائف دينية، وخلال هذه الطوائف أيضا قاموا بممارسة طقوس إرضاء الإله، طقوس الصلاة من أجل إقناع الإله. إذن هذه المرحلة الثانية من تأريخ فهم البشر إلى الله. في القرن 18 و19 و20 عندما تطورت علوم الفيزياء وأيضا تطورت الحضارة البشرية في فلسفة الاقتصاد وفلسفة الإنسانية، هنا بدأ الإنسان يتعرف على الإله أكثر، وخاصة حقيقة في بدايات القرن 20 عندما بدأنا نفهم تركيب الذرة، تركيب الكون، سلوك الكون، سلوك الذرات، وعندما اكتشفت مبادئ فيزياء الطاقة والتي تسمى فيزياء الكوانتوم. فبدأ الإنسان يفهم ويتقرب أكثر إلى طبيعة الإله، بحيث اكتشف الإنسان أن الإله ليس هذا الذي كان يعتقد حوله الناس أنه إله بعيدا جدا عن البشر، وإنما هذا الإله موجود في كل مكان، موجود في البشر، موجود حول البشر. وهذا الإله طبيعته طبيعة أثيرية، وطبعا عندما نقول طبيعة أثيرية هذا الكلام هو وصفي، لأنه الأثير أيضا لا نستطيع أن نعرفه، ولكن طبيعة الإله نريد أن نقول أنه الإله الذي في كل مكان ويعرف كل شيء، يعلم
كل شيء. وهذا الإله له صفتين، صفة الذكاء الغير محدود والحب الغير محدود، وهو الذي نسميه الضوء. بمعنى الآن عندما نقول ضوء الله يملأني، نعرف الآن أن هذا الضوء بمعنى هو ذكاء الله الغير محدود وحب الله الغير محدود. فعندما تقول وتردد هذا الإنفورميشن ضوء الله يملأني، أنت تبني صور أن ذكاء الكون ملكك وحب الكون ملكك. لأنه نريد أن نكرر، فيزياء الكوانتوم تكتشف يوما بعد يوم أن الإله قوة غير محدودة، وهذه القوة الغير محدودة لديها ذكاء غير محدود وحب غير محدود، وهي هذه القوة في كل مكان، يعني حول الأشجار، بين الأشجار، حول الأرض، خلال الأرض، في الإنسان، حول الإنسان، في الكواكب، حول الكواكب، في الفراغات التي بين الكواكب، في الحضارات التي خارج مجرتنا. هل تلاحظ؟ فهو في كل مكان، هو في كل الأزمان، بل نريد أن نقول هو لا يقترن بزمن ولا يقترن بمكان. ولكن عندما نقول موجود في كل مكان وفي كل زمان، نريد أن نوضح إلى المشاهد أنه في نقطة معينة من نقاط الحياة الله موجود، وفي زمن من أزمنة الحياة الله موجود. فالآن نحن نتكلم، الآن الله معنا، وفي نفس الوقت الله موجود في الصين، وفي نفس الوقت الله مسؤول على الرياح، على البحار، على حركة الأرض، في نفس الوقت على حركة الكون، في نفس الوقت نحن نتكلم والله الآن يسمعنا، وفي نفس الوقت يبني الأكوان، في نفس الوقت تبنى معادلات رياضية جديدة لتكوين أكوان جديدة في نفس الوقت. فهو الكل في الكل، هو ليس له بداية، ليس له نهاية، وهو كان ويكون وسوف يكون. فهذا هو هذا التعبير عندما نقول ضوء الله يملأني. فأنت تأتي بقوة الله التي وصفناها، كل العلم يكون ملكك، كل الحب يكون ملكك، كل الخير يكون ملكك. عندما تكرر هذا الانفورميشن ضوء الله يغطي حياتي، أو ضوء الله يملأ حياتي، طبعا ماذا يحدث هنا؟ أنت ترتفع إلى ذات الله، أنت تتحد مع الله، وأنت تصبح تشارك الله صفاته، يعني أنت تصبح الذكاء الغير محدود والحب الغير المحدود. طبعا أمامك الدكتور أميت فوكس أعطى حقيقة وصف رائع إلى الإله. هو الذي أشار في كتبه ومحاضراته إن الإله هو تعريفه الحكمة الغير محدودة، بمعنى الذكاء الغير محدود والحب الغير المحدود. فأنت في كل مكان تستطيع أن تكرر هذا الأفورميشن، تقول الله محبتي، الله ذكائي. أنت في السوق تتجول، أنت في الدراسة تدرس اختصاص معين، أنت في العمل، أنت تتكلم مع شخص، تقول الله محبة، الله ذكاء. أنت في الليل ومستعد إلى النوم، تقضي 10 دقائق وتعمل هذا الأفورميشن، وتشعر أنه الله يملأك بمحبته، الله يملأك بذكائه. وأنت أثناء ترديد هذا الأفورميشن أيضا تصبح، أنت تصبح هذا الذكاء الغير محدود، وتصبح هذا الحب الغير المحدود. بمعنى تجعل شخصيتك عبارة عن ذكاء غير محدود وحب غير محدود. أنت متحد
مع الإله. وطبعا طبيعة الإله هي طبيعة اتحادية، يعني هو أساسا أنت كنت مع الله وتكون مع الله وسوف تكون مع الله، أنت لست منفصلا. من الذي فصلنا عن طبيعة الله؟ الذي فصلنا عن طبيعة الله أفكارنا السلبية، القلق، الخوف، التشاؤم، الضجر، التعب، الشعور بالحيرة، الخوف من المستقبل، هذا انفصال وهذا وهم. حقيقتك وحقيقتي، حقيقة الجنس البشري، هو إننا متحدون من الأزل مع الله، ويستمر هذا الاتحاد إلى غير نهاية. يعني بدون وجود الله البشر غير موجودين، وبدون وجود البشر الله غير موجود. يسمى الكون الهولوغرافي. الفيزيائي العظيم ديفيد بوم قام بتطوير فكرة الكون الهولوغرافي، إن كل شيء في الكون واحد، الله والإنسان واحد، وهما أقصد الله والإنسان في حياة مستمرة أزلية إلى الأبد. نشكركم على مشاهدتكم هذا الفيديو، ونراكم في الفيديوهات القادمة.